ديال هو صح هو تكون بزاف انا رئيس رايي غادي نمشي انا غادي نمشي مشات راه كان هو قاعد مع 3 ونص قال خير غادي 3 ونص 3 ونص هما يجيو الناس الثاني هي كل الفخر الاستاذ بوعشرين قال لي انا الفخر والله الا رجل محترم تم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل الخميس الجاي تم ضم ملف جديد وكذلك باش يكون جميع الضحايا حاضرين في الأسبوع المقبل إن شاء الله هذا الضحايا اللي كان تواجد السيد المحترم النقيب المحترم السيد بوعشرين هو والهيئة اللي معاه وكنت أنا واعتقد ان الاسبوع المقبل غيكونوا جميع الضحايا اللي في الملف. دخلتي من خلال المعرفه ديالك كان شي اتصال مع شي ناس اخرين تعرضوا لنفس الشيء؟ اتصال من طرفي انا؟ واش ما كاينش شي ناس اللي اتصلوا بك انهم وقع لهم نفس المشكل؟ هو العديد شوف هو كان كيتعرض لجميع الشخصيات الشهيره يعني هو كان يتطاول على قضاة على محامون على وكلاء على نواب على مشاهير السوشيال ميديا وبالخصوص حنا اللي كنا ضحايا كنا طرف في ملف حمزه مومبيبي. كاين شي ترابط بين حمزه مومبيبي؟ الترابط اللي كاين لا هو ما كاينش ترابط يعني هو ملف غير ملف، كاين ترابط في نفس الافعال الاجراميه هي هما ملف حمزه مومبيبي كان يعرف بالسب والقذف والتشهير، كذلك هذه القناه عرفت بالسب والقذف والتشهير. يعني هذا هو الرابط المشترك بيناتهم وخصوصا انه هذا الشخص هذا صاحب قناه بلا حدود كان يعني كان منصب نفسه من يعني من من من, من القنوات اللي كانت ضد حساب حمزه مومبيبي ياتي بالمنكر ينهى عن المنكر وياتي بمثله للاسف صراحه. اليوم كانت ثاني جلسه ديال قضيه ما يعرف بقناه بلا حدود. اليوم تم تاخير الملف باعتبار كان واحد الطلب ديال الضم تقدم به السيد وكيل مالك وقبلته المحكمه وقررت ضم الملف الجديد الى الملف الاصلي اللي هو ديجا رائج. كذلك كانوا تنصيبات جديده في الملف وبناء عليه تم تاخير الملف للجلسه المقبله ربما يقدر يكون الملف جاهز. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.